اللهم احفظ القدس وأهلها، أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، رجالها ونساءها، شبابها وأطفالها. اللهم عليك باليهود المحتلين، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم ورد كيدهم في نحورهم. اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انتقم من أعدائهم، اللهم لا تجعل فيهم مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا نفسته، ولا مهموما إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم خفف عنا ثقل هذه الأيام، فقد امتلأت القلوب بالأحزان. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنك وعدت ووعدك الحق، ألا إن نصر الله قريب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أنزل بهم بأسك وبطشك ورجزك وعقابك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم صب عليهم صوت عذاب، فإنهم أفسدوا في البلاد وقتلوا العباد. يا رب النبيين والأبرار، يا رب الصديقين والأخيار، يا رب الجنة والنار، يا رب الصغار ورب الكبار، يا رب الحبوب والثمار، يا رب الأنهار والأشجار، يا رب الصحاري والقفار، يا رب البراري والبحار، يا رب الليل والنهار، يا رب الإعلان والإسرار، يا من له المثل الأعلى، يا من له الصفات العليا، يا من له الآخرة والأولى، يا من له الجنة المأوى، يا من له الآيات الكبرى، يا من له الحكم والقضاء، يا من له الهوى والفضاء، يا من يعلم مراد المريدين، يا من يعلم ضمير الصامتين،
يا من يسمع أنين الباكين، يا من يرى بكاء الخائفين، يا من يملك حوائج السائلين، يا من يقبل عذر التائبين، يا من لا يصلح عمل المفسدين، يا من لا يضيع أجر المحسنين، يا من لا يبعد عن قلوب العارفين، يا أجود الأجودين، يا ذا الحمد والثناء، يا ذا العفو والرضا، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الفصل والقضاء، يا ذا العز والبقاء، يا ذا الآلاء والنعماء، اللهم يا من له العزة والجمال، يا من له القدرة والكمال، يا من له الملك والجلال، يا من يهرب إليه الخائفون، يا من إليه يفزع المذنبون، يا من إليه يقصد المنيبون، يا من إليه يرغب الزاهدون، يا من إليه يلجأ المتحيرون، يا من به يستأنس المريدون، يا من به يفتخر المحبون، يا من في عفوه يطمع الخاطئون، يا من إليه يسكن الموقنون، يا من عليه يتوكل المتوكلون، يا من لا شريك له ولا وزير، يا من لا شبيه له ولا نظير، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا مغني البائس الفقير، يا رازق الطفل الصغير، يا راحم الشيخ الكبير، يا جابر العظم الكسير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من هو بعباده خبير بصير، يا من هو على كل شيء قدير، يا ذا الجود والنعم، يا ذا الفضل والكرم، يا خالق اللوح والقلم، يا بارئ الذر والنسم، يا ذا البأس والنقم، يا ملهم العرب والعجم، يا كاشف الضر والألم، يا عالم السر والهمم، يا رب البيت الحرم، يا من خلق الأشياء من العدم، اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، أنت ثقتي ورجائي، واجعل حسن ظني بك شفائي، اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني، وارزقني رزقا حلالا يكفيني، وأبعد عني شر ما يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني، اللهم لا تقتلني بغضبك
ولا تهلكني بعذابك وعافني قبل ذلك. اللهم إنا نسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وتوفيقا يرافق خطانا وسعادة تملأ قلوبنا. اللهم السلامة في ديننا والأمن في أوطاننا والصحة في أجسادنا وأبداننا والمغفرة لأبنائنا وأمهاتنا. اللهم سعادة تمحو الأحزان وصحة تعافي الأبدان ونسمات ملؤها الاطمئنان. اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.